عليكم، كي دايرين معاشي رمضان؟ كلشي مزيان. حنا عاوتاني فيديو جديد على قناه ديالي يوتيوب. ما كتشوفوا في العنوان ديال هاد لا فيديو غادي نجاوبكم على الاسئله اللي سولتوني عليها. كنت درت واحد لا ستوري هي كلكو جوغ، كنت حطيت واحد لا ستوري كيف ما كتشوفوا هنا، بسولوني على الاسئله اللي بغيتوني نجاوب عليهم. وصلوني بزاف ديال الاسئله، لكن ماشي مشكل، غادي نقسموا هاد الاسئله في دي فيديو. اون فاش جي تري شويه لي كيسيون، خليت هاد لا فيديو هادي غير لي كونسيرنون لا شين والقرايه هنا في لا شين. وصافي، من بعد غندير واحد لا فيديو اللي غنجاوب على الاسئله الاخرين. المهم خليت هاد لا فيديو هادي غير على لي كيسيون كونسيرنون لا شين. ولا كنتو ما كتبعونيش مازال في لو كونت ديالي انستغرام، هذا هو لو كونت انستغرام ديالي، غنحطو لكم هنا في كنحط صورات لي ريت وداكشي. قلت لكم حطيت واحد لا ستوري باش تسولوني نجاوبكم في لي فيديو كيف درت. وخلاص الا عندكم شي، المهم حيت بزاف شوف لي كومونتير كيسولوني على الكونت انستغرام ديالي، ها هو خوتي، دخلوا سولوني اللي بغيتو. انا جو سوي كومون دير، انا جو سوي تري تري اكتيف انستغرام، نقدر نجاوبكم. صيفطوا لي غير دي ميساج فو كيسيون هنايا وان شاء الله يكون خير. انتو الاسئله ديالكم كونسيرنون لا شين كتبتها في ورقه، بس نحسب شحال عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كتبت 12 الاسئله اللي متعلقه بلا شين. How do you feel to be far from your family؟ السؤال الاولاني، شنو الاحساس ديالك وانت بعيده على العائله ديالك؟ صراحه اصعب حاجه هي هادي، هي تخلي العائله ديالك وتمشي شي دوله اللي ما كتعرف فيها حد حتى شي واحد، وتعيش فيها بعيده على عائلتك، اون بلوس بعيده بزاف على عائلتك، يومين ديال الطياره بزاف اخوتي. مهم صراحه جو سون كيف نقول لك، كنحاول نعدي وصافي، باسكو راه يا با ميو كو تبقى بين والديك بين العائله ديالك. دابا رمضان حسينا به بزاف، عاد حسينا بقيمه العائله والاجواء وداكشي وداكشي وداكشي. شنو حتى شي واحد ما يبغي يكون بعيد على لي بارون ديالو وبعيد على العائله ديالو، صراحه وحشهم بزاف. السؤال الثاني، شحال كتقام القرايه في لاشين؟ هذا السؤال هذا كيعتمد على بزاف ديال الحوايج، على المدينه اللي انت فيها، على لونيفرسيتي اللي انت فيها، على اين بورس جاتك، وعلى النقطة اللي جبتي في الباك، و صافي هادشي اللي كان. المهم ميمكنش تجيو تعرف، كاين كيكونو دي كريتير وهادي وهادي وهادي، وعلى حسب هادشي اللي قلت لكم. اوكي، السؤال الموالي، واش كتهضري بالشينوي؟ واش كتهضري بالشينوي شي شويه؟ كنهضر بالشينوي دابا، راه شي 6 mois وانا هنا. كاين مع اين اجونس تفاتين؟ هاد السؤال حتى بزاف كتسولوني عليه، عاوتاني غنعاودها. هنايا في اليونيفرسيتي ديالنا، وكنعرف صحابي اخرين في دوتر فيل، تصاوبوا مع دي اجونس وندمو بزاف. كنشوف كيفاش كيتعاملوا لي اجونس ديالهم كومبارون لاجونس ديالي. تعلق داكشي علاش ننصحكم تجيو مع لاجونس اللي جيت مع انا، اللي هي فرصة. سؤال موالي، شنو هما الحوايج اللي عجبوك في الشينو؟ صراحة الشينوا دولة متقدمة بزاف، ياكم الناس ديال، نهضرو شوية على الناس ديالها. الوغ الناس الشينويين ظريفين بزاف، كيحترمو بنادم، سميتو اي سون با راسيست، يشوفوك حتى شي حاجة كيوقفو معاك بلا اوكين كونتر بارتي. خلاص الشينوا راكم عارفين، هادو لم تقدمه بزاف ودولة امينه، المهم راكم عارفين هادشي بلا ما نبقى نهضر عليه في كل فيديو. اوكي، ندوزو السؤال اللي مور هذا. دابا انا لا بغيت نجي تشاينا ندوز غير شهر سياحه وصافي، شحال اللي قدني في كل شيء؟ صراحه لي بيلي دافيون خصك تاخذهم بكري باش يكونوا رخاص، يعني لي زوتيل رخاص. واحد الحاجه بغيت نهضر عليها، في الشينوا ماشي كاع لي زوتيل كيقبلوا لي زيترونجي، اغلب لي زوتيل ما كيقبلوش لي زيترونجي، خصك تبقى
المهم خصك تقلب تلقى شي اوتيل لي وكيكون غلا من لي زوتيل العاديين. خصك تقلب على شي اوتيل اللي كيقبلوا لي فورينرز. ميجر نيكست يير افتر تشاينيز لانجويج بروجرام. هاد العام اخوتي دايره اللغه الصينيه باش ناخد الدبلوم ديالي في الخط العام ان شاء الله. شنو غنقرا العام الجاي؟ ان شاء الله غادي نقرا سوفتوير. المهم انجينيور ان انفورماتيك. واش لاكسي لونيفرسيتي ديالك محتاج ان سوي؟ لاكسي لونيفرسيتي ديالي محتاج ان سوي. اولي ملي كنهضر هكا سؤال موالي الفي بي ان ستوبلي شنو اللي مزيان؟ واش غي شد لينا العام؟ الوغ الفي بي ان انا ملي جيت هنايا كنت انستاليت واحد الفي بي ان اللي غنقول لكم دابا هنا. هاد الفي بي ان هذا انستاليتو لا صراحة ملي كنت في المغرب انستاليتو وخلص شي جوبونس 400 درهم في العام. ايوا سيدي داز شهرين في سيد ويت بلوك مبقاش كيخدم. دوكو انستاليت في بي ان اخر اللي هو هذا وهو اللي مازال دابا كنستعملو وفابور كيشد مزيان وكلشي. دونك نتوما ما تقربوش فحالي ما تخلصوش هاد لابليكاسيون هادي ديال في بي ان. خدو هادي اون بلوس الي غراتويت وزعما خدامه مزيان ماشي بحال الاخر. انا مخلصه رزقي وما كيشدش هذا ماشي الحماق هذا. من المهم انستاليو هاد لابليكاسيون. اين مدينه تنصحينا بها نجي نقرا فيها فلاشين؟ نصحك بالمدن الكبار. المدن الكبار مزيانين بحال بيجين بحال شنغهاي وداكشي. هادو ما جوج مدينات الكبار اللي كنعرف الشينوا. هادو مال الكبار زعما فهمتوا. تشينداو ما كتعتبرش مدينه كبيره. غنقول لكم هادشي بحال هنايا في شينو لي فيل مكلاسين فهمتي. كاين المجموعه الاولى المجموعه الثانيه المجموعه الثالثه. بحال المجموعه الاولى فيها بيكان فيها شنغهاي توسا. المجموعه الثانيه فيها بحال مثلا مدينه فيها انا تشينداو داكشي فهمتوا. صافي هما هما غادي من المدينه الكبار للمدينه الصغار. قال لي مور هذا شنو تعلمتي من الغربه؟ صراحه ملي جيت لاشين تبدلت عقليتي بزاف وليت كنفكر ديفيرامون على كي كنت. بزاف د الحوايج صراحه منهم خصك تعزل صحابك ما خصكش تثق في اي واحد. ما خصكش تثق ماشي في اي واحد ما خصكش تثق في حتى شي واحد. وي جو كومبرون كاين صحابك ولكن مهم وي سي فري كو كاين صحابك ولكن ما يمكنش زعما تثق فيهم بزاف باسكو يلا عرفتيهم وخا هكا كي وي كتكون ديك المعزه ديك المحبه وديك الشيء ولكن ما تثقش بزاف وصافي. وعاتيني دخلت راسي واحد الحاجه بلي غيتا انت راه في الشين وانت بوحدك تو دو فريمون فير اتونسون لي فريكونتاسيون ديالك وصافي. وشنو مازال وليت كنعرف نمشي وليت كن وشنو مازال وليت كنعرف عاوتاني كيفاش نجي غير الفلوس ديالي وليت كنحسب راسي انديبوندونت. منين معافاك نقدروا نشريو ميك اب اوريجينال تماك؟ هاد السؤال هذا سولوني واحد البنات على لي مارك وداكشي واش كاين نايك اوريجينال كاين اديداس. وي اش كنقول لي مارك؟ مهم الوغ الميك اب الحوايج داكشي خوتي راه حنا في تشاينا ولكن راه كاينين حوايج اوريجينال عافاكم راه ماشي حتى للدرجه ان كلشي فيك نو صافي. كاين في محلات في المحلات التجاريه في لي سونت كوميرسيو في لي مول تو سا كاين داكشي فغي داكشي اوريجينال شو كتمشي. وي سي فغي تشاينا فيها داكشي فيك بزاف هما اللي كيصدروا العالم كامل داكشي ولكن لا هما خوتي عندهم لي مول وعندهم عايشين راه حنا عايشين وصافي زعما راه عطا الله فين تمشي اي مول غيبان لك داكشي ماشي فيك داكشي اوريجينال. صافي خوتي سي لا فان دو لا فيديو. جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم وصافي. راه مازال جديد مازال الاسئله ديالكم مازال ما جاوبت على المهم هادو حطيتهم حيدتهم عليا هادشي ديال تشاينا. هاد في لي بروشين فيديو غنجاوبكم على الاسئله اللي سولتوني عليا انا شي حوايجات. المهم غنقول لكم كلشي اصبروا عليا في اللي كاين. المهم الا كنتو جداد في لاشين ديالي ابونيفو ولا عجبتكم لا فيديو لايكي وشجعوني وصافي هادشي اللي كاين. نخليكم تهلاو فراسكم ونتلاقاو فيديو جاي. سلامه.